بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي جماهير الاهلي العظيمه جماهير اعظم نادي في الكون اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي ولقاء مهم جدا 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 وسهره رمضانيه ان شاء الله تكون جميله بين فريقي النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش طبعا مباراه مهمه للغايه زي ما حضراتكم عارفين نادي الاهلي بيسعى ان شاء الله لتحقيق الفوز مهما كانت البطوله او مهما كان المنافس نادي الاهلي كبير افريقيا نادي الاهلي سيد اسياد افريقيا نادي الاهلي كبير الكره المصريه مش معنى ان نادي الاهلي صعد لنصف دوري ابطال افريقيا ما نركزش في الدوري بالعكس لكن قبل ما نروح المباراه النهارده في خبر كان قبل الفطار لازم اقول لحضراتكم عليه خبر بالظبط كده قضت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار شريف البيالي بحبس رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بعد قيام الاول بالتجاوز والسب والقصف عبر وسائل الإعلام وكان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوة رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمه عشرة آلاف جنيه ودفع تعويض مؤقت للكابتن محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.